يلا يا جماعه احنا 5 دقايق بالظبط على الهوا بس نظبط لو سمحتوا تستثنى. طيب انت عشان نزلت اذاعه قبل كده. بص المايك هنعمل بس تيست عشان المهندس صوته يظبط جوه. فسقسقه عايزين نسقسق. لا سقسق سق سق سق. ايوه السق السق امبو سق 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 عشان السين لو بتصفر عشان يظبط عنده جوه. يا باشمهندس سق ايه؟ سقتين فول، سقتين فول وطعميه. احمد السقه. بص في الاذاعه ساعات انت بتتكلم مش واخد بالك فهتعمل مثلا تحرك راسك كده فهشاورك بس عشان ترجع تاني قدام المايك كده. هديك انا شويه علامات يعني اعمل لك كده تبقى انت ساعات الصوت بيبقى بيعلى عنده جوه فهقول لك مثلا ارجع لورا فارجع. ايوه قرب قدام بس تاني البقبقه بق 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 ايوه دي المبوسه مش البقبقه. يلا يا جماعه يلا يا باشمهندس. جاك ذا مايك از اوكي ار يو شور كوايت شور يو ديد ذا تيست توداي اول رايت دبل تشيك بليز وود يو بليز دبل تشيك ذا وايرز ذا وايرز اند ذا تيلا بليز دبل تشيك بليز. استاذ شعبان اهلا نورتنا. اوكي لتيلا مستر شعبان از فيري نايس اتس اوكي ار يو شور كوايت شور جاك يس سي هالو بليز. اوكي اوكي ثانك يو. سيك سيك سي سيك 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 في الليبوري. مساء الخير مستمعينا، حلقة جديدة النهاردة معاكم ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو النهاردة الفنان العبقري والعظيم شعبان عبد الرحيم نجم الأغنية الشعبية. شعبولة صباح الفل أستاذ. الله مساء الجمال. أهلا وسهلا. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام. إيه؟ مختفي فين بقالك فترة؟ والله أنا كنت في المستشفى. ولسه طالع. ألف سلام عليك. ليه؟ كان عندي يعني الدخان كنت بشرب سجاير كتير. تشرب سجاير كتير؟ ليه؟ يعني طايلك فكر؟ يعني كنت بشرب سجاير كتير والحمد لله دلوقتي بطلت سجاير و ده من اول يناير الحمد لله. بس انت ما كنتش محدد في الاغنيه من سنه كام؟ لا بس خلاص حددت. من سنه كام؟ اول يناير. ده الشهر بس من غير سنه. طيب شعبان عايزين نعرف ايه الجديد عندك الاول؟ والله انا عامل اغنيه جديده وعامل فيلم ان شاء الله هعمله. فيلم قصه حياتي. قصة حياتك انت شخصيا ان شاء الله بكل حاجة حصلت فيها كل حاجة مش هتخبي حاجة على جمهورك ولا أي حاجة. طيب هنبدأ الأول بس معاك. اتقال إن أنت قلت إن عدوية نجم الأغنية الشعبية زمان ما يتقارنش بيا دلوقتي، هل الكلام ده حصل؟ ما يتقارنش بيا يعني إيه؟ يعني أنت أحسن منه؟ لا 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 ده أحمد عدوية أخوه الكبير. لا لا ما أقدرش أقول كده. ليه؟ لا ده عدوية أخوه الكبير. بتغني له إيه يا شعبان؟ انا بغني له اغنيه بينج بينج وهو كمل اتفضل. اغنيه بينج 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 بينج. لا ما هي شعبيه عدويه ما غناش بينج بينج. لا ازاي بقى؟ طب سمعها لنا يعني حته منها. حته منها بينج بينج بينج. لا ما ينفعش يبقى معانا شعبان عبد الرحيم وما يشتغلش على والجيتار. يلا شعبان كان حريص عايزين نقول للمستمعين ان حريص على ان الجيتار يبقى موجود في الاستوديو. بنجي بنجي بنج عجيب يا واد يا بنج عينيك اللي بتجرح هي الدواء والبنج. بنجي بنجي بنج عجيب يا واد يا بنج عينيك اللي بتجرح هي الدواء والبنج. عجيب يا واد 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 يا بنج قليل منك قليل وعنك مشوار طويل وعنك للسيما كاميرا وانا للتمثيل بميل. بنجي بنجي بنج عاجب يا واد يا بنج عينيك اللي بتجرح هي الدواء والبنج. عاجب يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد
يا واد يا واد يا بنج. تست لو سمحت يا شعبان. تست 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 قال لي تست. معلش قال لك ايه لو سمحت؟ التست قال لي. قال لك ايه؟ تست قال لي تست قال لي تست قال لي تست قال لي. حلو كده؟ لا ده مش شغال، ممكن ناخد على المايك اللي من فوق لو سمحت يا استاذ مروان. بص ده شايف المايك ده؟ اه باشمهندس عمرو انزل سنه بس يلا. الو كده حلو؟ لا مش هينفع. معلش طب عمرو اعلى شويه بالمايك. شعبان هنقف هظبط لك بس حاجه بس زي ما انت في مكانك. تعالى تعالى اقف زي ما انت في مكانك بس كده. معقوله؟ لا الناحيه الثانيه مش هيتحرك تاني بقى. بس تمام كده يا باشمهندس. هاي ولا اتكلم كده؟ ده واقف واقف تماما على الهوا. لسه معاكم مستمعينا ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو شعبان عبد الرحيم شعبولة نجم الاغنيه الشعبيه. شعبان اتقال ان انت مؤخرا بعت الاغنيه الشعبيه وبقيت متجه للمسرح، طلعت مع الكوميديان العظيم سمير غانم في كذا مسرحيه ومثلت افلام، هل انت فعلا هتسيب الاغنيه الشعبيه؟ لا والله انا مسرح و يعني انا هتكلم كده؟ ده ايه ده؟ يعني شغال في مسرح وبخلص المسرح اطلع الافراح على الشغل يعني. طب ال- 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 العمل في التلفزيون ما بتعرضش عليك دراما تلفزيونيه؟ عامل ايه ده؟ يا ابني ليه عفريت؟ مستمعينا لسه معانا نجم الاغنيه الشعبيه شعبان عبد الرحيم وكان بيدندن لنا. شعبان كمل اللي كنت بتغنيه. كانت يا ناس حلوه جميله شحن تلخ فنتين يا عم. عينيا كان شكلها جميلة. كانت يا ناس حلوة جميلة. النور خلاص بقى عندي ضعيف عاوز لي شحن وتوصيلة. عينيا كانت عسلية من كتر أكل الطعمية. دلوقتي واحدة بقت سودة والتانية صبحت محمية. صلى على النبي. حلو شعبان. حلوه جدا الاغنيه دي. الحلو العمليه بتاع المايك دي يعني ده لمشاكل فنيه برضو عايزين نقول لمستمعينا عشان يبقوا متخيلين. احنا عندنا مشكله فنيه في المايك بتاع شعبان عبد الرحيم واضطرينا ان احنا ندخل مايك تاني نحاول نكمل بيه الحلقه. ممكن يا جماعه نشتغل على المايك اللي فوق؟ المايك التاني اللي فوق. مش من هناك بقى. اوكي بلد تاني. مايك عشان هيغني بالجيتار. طب استاذ يحيى بعد اذنك المايك هنشتغل عليه فعاوزين نسلم. ماشي يا عم. ماشي يا سيدي. قدامنا قد ايه يا باشمهندس؟ دقيقتين على الهواء بالظبط. ممكن يا استاذ شعبان نسمع حاجة بالجيتار؟ ممكن. انت هتعرب ولا هتعملها نهواند؟ لا هنقولها بقى سيكا. سيكا؟ نبادي سيكا. ماشي. أقول يلا بروفا بس لو سمحت الأول. حاضر. بتقول وتعيد لمين وبتشكي لده وده الناس. شعبان ممكن تقرب بس لو سمحت للمايك؟ ما تاني المايك جبنا. اقول لك الحب ملوش جواب بتاعت عبد الحليم. قول لي بتاعت عبد الحليم. ماشي. حب اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل ما على الحب ايه لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه حب ايه ايه حب ايه ايه
حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ لا 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 شعبان لا لا سمع عامل رجل راخر زيك يا عم. طيب احسن عشان احنا قاعدين من بدري عايزين نقول لمستمعينا ان احنا قمت انا وشعبان وقفنا عشان احنا بعد رجله نملت. ايه ونملت نملت ازاي يا شعبان؟ يعني الواحد تعب من القعده بس بقى شاك بقى ما تهزرش. اتفضل اتفضل على حيلك بقى حبيبي. اتفضل يا استاذ شعبان. اتفضل. طب اتكلم زي كده اسكت انت وانا بكلمك انت. اليوم ابتدى ان هو حد كلمك؟ حد كلمني وقال الاستاذ وجود عايزك. لا انا اكلم نفسي. لما تيجي بقى. لا يا عم ما ينفعش. انت تاخد ابره؟ طب ما انا عايز ابره انا كمان. لا الف سلامه. اوكي مش شايفها ان شاء الله. انت لازم تاخد التطعيم انت كمان زي الاستاذ مروان. انا لا. نعم. انا خدتها وانا صغير. ثانك يو جاك. جيت اوت. وبعدين انت كنت كويس ايه اللي حصل لك؟ لا انا باخد دواء هي دي بس. بس خلينا ما تاخد دواء يحصل لك الحاجات دي تاخد دواء. انت كنت كويس قبل كده. هاتها ان عادي عشان هو يقراها لك. عارف ايه اللي مكتوب يا شعبان؟ لا والله اقرا لك انا من اللي مكتوب في المرايه. انت في مقلب يا شعبان يا عبد الرحيم. يا راجل انت في مقلب كبير. لا والله انت نورتنا وشرفتنا. لا بجد والله. سكوت هنسمع شعبان عبد الرحيم. بص هنا او هنا. لا بجد والله اهو كاميرات اهي. صباح فل. وانا يا شعبولة انت نورتنا وشرفتنا. والاخ يحيى لا جاك ولا حاجه. نورتنا. مساء الخير. النهارده ضيفتنا مطربه صوتها جميل. ضيفتنا النهارده هي الفنانه دولي شاهين. دولي هتيجي وهنتكلم معاها في شغلها بس المشكله ان دولي هتتعرض لموقف مش لطيف. مهندس الصوت هيدخل يظبط لها المايك بس مهندس الصوت هيعجب بيها ومش اي مهندس صوت. هذا 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 هذا. هاي هلو. ازيك؟ عامل ايه؟ تمام؟ هاي ازيك؟ معلش اتفضلي. ميرسي. ثانك يو ثانك يو ميرسي. ازيك يا دولي؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثانك يو. بقول لك على حاجه بعدين. Thank you. Merci. Shoot. Thank you. Thank you, thank you. Good, twice, twice. ما تديلوش وش قوي لان هو مش طبيعي. حرام معلش حرام. ما هو احنا كنا فاكرين انه حرام بس المشكله انه هو لا 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 انت مش فاهمه. انت نوتي. ايه لا والله لا لا اتهجم على انتصار. عنده مش عارفه الهلع الفنانات عمل لنا مشكله والبوليس جه كمان. طيب معلش يعني خليكي عاديه ما تديلوش وش بس عندك. تمام اعملي له كده بس عشان ايه كده؟ يعني ايه كده؟ كده يعني اوكي تمام. المايك اوكي. مايك دي علامة المايك. مايك اوكي. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك. مرسي 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 الله يخليك. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. حرام 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 يعني احنا بنخاف انه يعمل حاجه. لا لا حرام ما تقلقش. ايه
انت حره مع ذاتك. مساء الخير مستمعينا، حلقة مختلفة ومتميزة لأن معانا النهاردة ضيفة جميلة وصاحبة صوت جميل أثرت قلوبنا كلنا من زمان أو من فترة مش بالقريبة ومش بالبعيدة. ضيفتنا النهاردة هي النجمة الجميلة والمطربة الجميلة الفنانة دولي شاهين. دولي أنت منورانا ومشرفانا النهاردة. ميرسي الله يخليك. عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب الله يخليك. كله جميل؟ الحمد لله. طيب دولي، الأول هنتكلم عن مسلسلك أو دورك في المسلسل أو السيت كوم شريف ونص. عايزين نعرف الدور إيه؟ دوري اللي هي الجارة الجديدة. المفروض ان العيلة نقلت من مكان لمكان تاني، من حتة لحتة تانية، وسكنوا في عمارة جديدة. فانا المفروض ان انا الجارة اللي هو ساكنة جنبيهم، يعني في الشقة التانية. فجارة متطفلة، بقتحم حياتهم وبفرض نفسي عليهم، بعجب شريف المفروض اللي هو شريف رمزي، وببقى عايزة ان احنا ببقى عايزة ان انا يعني اللي هو اتجوزه وكده. فبس مواقف كوميدية، وفي عندنا ضيوف كتير قوي في الحلقات السيت كوم. وبس الادوار دي ما بتقلقكيش يا دولي؟ دور المتطفلة، يعني انت دايما الناس واخده عليكي في دور فنانة مطربة في الفيلم، او يعني بادوارك رومانسية نوعا ما، لكن دور كوميدي. انا اقترحت ان يبقى دور متطفلة، يعني كنت عايزه ان يبقى في حاجه مختلفه، ويبقى شويه الدور له طابع كوميدي ككاركتر يعني. فبصراحه باخذ جوزي ادانا اقتراحات كتير قوي، كانت منها انه موضوع يبقى منها انه يبقى موضوع انها متطفله وحشريه والكلام ده. طيب دولي، بتضايقي لما بتتعرضي لنقد معين؟ ايه النقد اللي بيضايقك جدا؟ لا ما فيش اي نقد بيضايقني خالص خالص. لا يعني لو كان نقد مثلا فني اتعلم منه، لو كان نقد في حاجات تانية ما بتهمنيش، ما ببصلوش. يعني مش شايفه ان العمل في موضوع السيت كومز ده ممكن يقلل شويه؟ يعني انت ابتديتي سينما واشتغلتي مع مخرجين كبار، لكن السيت كوم بيبقى دايما مرتبط باعمال شبابيه شويه، ناس لسه ما وصلوش لمرحله عاليه من النجوميه، بالرغم ان مثلا فنان اشرف عباقي بيعمل سيت كوم، بس هو بيعملها كنوع من الفانتازيه. لكن لا، هو لطيف يعني، فكرة السيت كومز لطيفة. احنا معنا برضو ناس يعني نجوم، برضو معنا استاذ سمير غانم ومدام سوسن بدر، ومعنا نجوم كتير قوي يعني، فنانين كتير قوي. فبالعكس يعني موضوع بالعكس السيت كوم انا بحس ان هو بيقرب الفنان من الناس اكتر. يعني يخلي الناس تحس ان لو نجح الفنان، لو كان دمه لطيف، بيحبب الناس فيه اكتر يعني. فبالعكس يعني ما بحسش ان هو بيضر بالفنان، بالعكس. طب دولي، انت عامله اغنيه راب وتتر مسلسل، مظبوط؟ عايزين نتكلم عليهم. هو تتر المسلسل، اكمل تتر المسلسل اغنيه الراب. تتر المسلسل هي الاغنيه الراب تتر المسلسل. احنا المفروض هنصورها في اليومين اللي جايين، وهنسجلها، هنصورها ان شاء الله ونسجلها وبس. كده كويس. مظبوط. ربنا يخليك. لما انا متجوزه اهو جوزي ورا. لا هنسافر فين؟ انت متجوزتش لسه؟ ان شاء الله تتجوز. نتجوز انا وانت؟ ما ينفعش، انا متجوزه. لا ما انا بحبه، معلش. انت زعلت؟ معلش. انت طبعا كويس جدا. انا في ايه؟ خلاص يطلع بره. في ايه؟ اطلع بره. في ايه؟ بوبي ريلاكس، ما بدي هالقد. بوبي حرام. هو عمل ايه؟ لا معلش، ده جوزي. معلش بوبي. ايه اللي حصل؟ معلش حرام. سوري. صح. سوري. حرام بوبي. معلش يا استاذ وائل، استاذ وائل، احنا نسيسه لكن الضيوف ما لهمش علاقه بيه. باخذ كرمالي. معلش. معلش كرمالي انا بليز. دلوقتي بقت الموضه السينما رجعت تاني، فلو اتعرض عليكي بطوله جماعيه بس مع مطربين اخرين، ممكن تعمليها؟ يعتمد على طبعا السيناريو، ويعتمد على شركه الانتاج، ويعتمد على حاجات كتير قوي يعني. ان شاء الله نتكلم عليها في وقتها لو حصل حاجه زي كده.
طيب دول لي انت من الممثلات والمطربات اللي ليهم باع طويل جدا في مجال التمثيل في الفتره الاخيره، بتصنفي نفسك ممثله ولا مطربه؟ يعني ان شاء الله لا، الممثله ومطربه مع بعض. يعني انا بحاول ان انا تبقى اعمالي متوازيه، وان انا اغني وامثل، او ان انا اغني في الاعمال اللي بقدمها. ف يعني فانا يعني ان شاء الله لا، مطربه وممثله الاثنين مع بعض. مستمعينا خليكم معانا، النجمه والمطربه الجميله الفنانه دولي شاهين هي اللي معانا النهارده، تابعونا بعد الفاصل. ربنا يكون في عونك. طب يعني يا باشمهندس مش هينفع كده، حد يبلغ دولي. لا انا مش هقول. لا هتقول ايه؟ اتخانق مع جوزك بره. لا 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 ليه يا بابا؟ معرفش فين ده، ضربه يا استاذ وائل. لا يا جماعه، طب حد لا بخس يتخانقوا بره. بخس دولي، بتفضلي العمل مع حد معين في شغل الالبوم؟ لا انا بحب التنويع، يعني بحب ان انا انوع، بحب اعمل لهجات كتير، وبحب اعمل ستايلز مزيكا كتير، بحب يعني ان انا اتعامل مع كذا حد مش مع حد واحد، خاصة ان التنويع يعني محتاج ان يبقى فيه كذا كذا ملحن او كذا شاعر عشان يديك اختلاف. فبس كده. دولي، فيما يتعلق بالالبوم، انت بتفضلي العمل مع شركات انتاج ولا الالبوم انتاج خاص؟ هو الالبوم انتاجي طبعا، بس طبعا افضل ان يبقى فيه يعني انا ان شاء الله يعني ان شاء الله بظبط مع كذا، يعني بعمل نيجوشيشن مع كذا شركه عشان نستقر مين الشركه اللي هتنزل الالبوم. وطبعا اسهل بكتير يعني ان يبقى الموضوع مع شركه انتاج، عشان الانتاج الخاص ده بيبقى صعب قوي، الالبوم بيكلف فلوس كتير. ف باخوز بليز. شو بك يا استاذ وائل؟ ايه بس يا بوبي، انت كتير كمان انه حرام. طب بس ما تضربه، انه حرام، ما معطر هيدا، حرام يا بوبي، ما تحكي هيك، حرام معطر. حرام. باخص باخص باخص. باخص بليز. خلاص خلاص، الامن خده، خلاص خلاص. ما انا لازم اسجل عندي نشرة. الله اكبر. انت فظاع بصراحه، انا قلت حرام الولد كالعلقه. حرام. انت نورتينا وشرفتينا يا دول، بتعيط بجد. كل سنه وانت طيبه. يعني بجد انا خفت عليه وحياه ربنا، قلت حرام الولد ده، بكلينكس اي حاجه يعني، بقى في كلينكس لازم. بس حرام دولي، انا قلقت عليه بجد. انت نورتينا وشرفتينا. الله يخليك. طيبه. والكاميرا هنا، بصي هنا او هنا. بص انا يا محمد. ماشي. كاميرتها ايه؟ دولي مشاهدينك اللي بيتفرجوا عليك، تقولي لهم ايه؟ يعني حابه. وانت بتعيطي. كل سنه وانتم طيبين طبعا. صعبت عليا وحياه ربنا، قلت حرام يعني هتتضرب.
كل سنه طبعا وانتم طيبين واعيش انا واكل غيره. يا باشمهندس. ايه يا جماعه ثانيه واحده بظبط صوتها بس لو سمحتي. اوكي ممكن يا منى لو سمحتي بس نظبط معاكي سكسكتنا. ايه سكسكه؟ ايوه عشان السين في فنانين. معلش نظبطها مع مروان الاول. طيب س 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 تمام يا باشمهندس؟ تمام كده؟ زي الفل. معلش معانا يا منى لو سمحتي. سأ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 س
بسقي ايه يا باشمهندس؟ تمام، احنا ظبطنا المايك ده، معلش الباشمهندس يظبط لنا المايك اللي فوق. طيب باشمهندس يحيى، انا ما بحبش ايه يا باشمهندس. يعني طيب خلاص يا باشمهندس، حد يلبسه ماسك يا باشمهندس، مش عايزه يا باشمهندس. مش هو طب حد يجيب له ميه ولا حاجه؟ مش هو كان عيان دخلته لي؟ حرام حد يجيب له ميه. طب هو عمل بتاع ده كده ليه؟ هو ايوه انتوا قلتوا مش هتجيبوه تاني. يا حرام، ليه حرام كده؟ حد يجيب له ميه بس. مش المشكله مش في الميه. مش في الميه؟ في ايه؟ عنده سوين فلو. طب ايه، احط برفيوم ولا اعمل ايه في الجو ده؟ اه عندي معاكي برفيوم. اه طبعا. طب ايه ده؟ طب ده كده بيحتضر. يا باشمهندس كمامه. طيب انتوا مش قلتوا مش هتجيبوه تاني؟ طب لو سمحتوا، لو سمحت الاستاذ وائل ممكن تلبسه الماسك. مساء الخير مستمعينا، كل سنه وانتم طيبين. معانا النهارده في الاستوديو نجمتنا الجميله الفنانه الرقيقه منى فضالي. منى كل سنه وانت طيبه. وانت طيب ميرسي. اخبارك ايه؟ تمام كله تمام. تمام منى، انت من الناس اللي بيطلع عليكي اشاعات كتير. ليه؟ عادي جدا يعني، ممكن الاقي مثلا حد بيتكلم عني كتير، او مثلا انا ناجحه في شغلي. مستمعينا خليكم معانا، معانا الفنانة الرقيقة والجميلة منى فضالي، تابعونا بعد الفاصل. شكرا يا جماعة. ايوه بس انا قاعدة كده، انت فاهمني؟ دقيقتين ونص. طب خلاص يا باشمهندس ابعدي يا منى. طب انت ليه بتيجي من انت تعبان؟ خلي معاك يا مريم. ما انت ممكن تتعالج يعني على فكرة. شغلي. ايوه ماشي، محدش قال حاجة، بس يعني احنا مالنا؟ يا قصدي يعني حطيها احسن. على فكرة انا كل شوية بعد ال طيب المشكلة عايا اتنين هنا. اتنين؟ وبعد ما عرفنا ان عنده انفلونزا الخنازير ابتدى يجي بسوق. يحيى لا مش وقته، معلش مش دلوقتي اصلا، نخلص الحلقة على فكرة معلش. وبعدين تمام. يلا يحيى يا جماعة دقيقة ونص. حاضر يا باشمهندس، بس يحيى يخرج. اوكي يلا يا باشمهندس. اوعدك. ثواني. وبعدين في الكحة احنا على الهوا ولا والله؟ طب ايه؟ 10 ثواني. 10 ثواني. 5 ثواني. هنعلي صوتنا بقى عشان موضوع المنديل ده. طيب هوا منا، عايزين نتكلم على دورك في مسلسل قاتل بلا اجر. انت شخصيا راضيه عنه؟ اه الحمد لله. مش راضي عنك انت تقريبا، خدت الدور ولا ايه؟ لا ان شاء الله مفيش حاجه. ليه طيب؟ اولا مش عيب ان الفنان ينتقد نفسه. لا انا راضي عنه. اولا كفاني بشتغل مع نجوم كبار زي استاذ فاروق الفيشاوي واستاذ حسين فهمي ومدام رباب حسين مخرجه، ف سعيده جدا. ده يعني كفايه، ده بالنسبه لي حاجه كويسه قوي يعني، هتضيف لي كتير جدا.
طيب ليه كان في كلام على الدور ده تحديدا؟ مش عارفه بس هو اصلي يعني ناس لا مستمعينا مهندس الاستوديو يعني بيعاني بعضا من البرد بس لسه معانا منورانا منى فضالي اللي مش عرفانا النهارده في الاستوديو اغنيه سريعه ونرجع على طول مع النجمه رفيقه منى فضالي. هو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا يحيى؟ بظبط المايك ده. مايك ايه اللي بتظبطه؟ ده مش شغال بظبط ده. طب انت ليه بتعمل كده؟ طب ما حد يجي بدالك يا سيدي، انت زعلان ليه؟ قصدي يعني عامل كده ليه؟ مشكلته في الفلوس. مفيش غيري في الراديو. راديو ايه؟ مستمعينا خليكم معانا، هنرجع على طول مع الفنانة الجميلة منى فضالي، تابعونا. على فكرة أنا رأيي هقول لك على حاجة. يا أستاذ وائل. أستاذ وائل. في إيه طيب؟ في إيه؟ يا جماعة طب حق. يا جماعة حرام عليكم والله، يعني إزاي بتعملوا كده؟ طب ادوله ميه اي حاجه. الحق ده هيموت. شدوه. لا رقف. ادوله الحقنة. في ايه؟ لا انت مين؟ حرام يا جماعه. شوفوا طيب بالراحه. يطلع يطلعه، انا فاضل دقيقتين على الهوا. بالراحه يا مازن. ارموه بقى. لا باشمهندس مازن بعد اذنك. لا انا ما باخدش حق. لا هو ولا اهله حد قال لنا ان هو عيان. اه بس ده غلط يعني، انتوا المفروض طبيعي انه ده يقعد في بيته يعني. ما هو ما بيقولش عادي يعني، انا ممكن اكح نص دقيقه وخلاص. لكن بس ما دام شغال كده 24 ساعه ما ينفعش. باشمهندس مازن معلش نوطي بس المايك سنه اللي منا بعد اذنك. أوكي. بس كده بس كده يا باشمهندس. ميرسي قوي. بس تمام. بس تمام خلاص بس اوكي. طب ايه انا شايف منا خلينا ناخد الفاكسين احتياطي. الايه؟ الفاكسين الحقنه. لا حقنه ايه؟ لا ابدا. انا عايز اقول لك على حاجه، انا لما حتى عيانه ما باخدش حقن، مع عدم الحقن اساسا. طب عشان خاطر ابدا والله لو مين يعني مش حلو حتى عشان احنا نتكلمنا وخارجه من عندنا هفضحكم يا مازن. لا مفيش حقن نوي. لا ما اقدرش والله. مستمعينا لسه معاكم منورانا ومشرفانا النجمه الجميله منى فضالي. منى مسرح، انت فين من المسرح؟ عملت مره واحده مسرحيه مع استاذ سمير غانم اسمها دوري مي فاسوليا، ودلوقتي عندي مسرحيه ان شاء الله انا ومحمد رياض. لا في ايه؟ في ايه مستمعينا؟ احنا عندنا بس مشكله فنيه مع مايك الفنانه منى. ده متعور ده ولا ايه؟ انت مالك؟ فاصل ونرجع على طول مع الفنانه الجميله منى فضالي. الحمد لله كويس. في ايه يا عم؟ في ايه؟ على فكره انا تمام. يحيى في ايه طيب؟ لا كده كتير على فكرة، كده كتير. يا مازن. يا أستاذ وائل. يا عم انت بتعمل فينا كده ليه؟ طب ما تروح تتعالج. حد يشيله. هنشيله واحنا هنتعالج احنا كمان. طب حط له مية اي حاجة. طب لا انا ماشي. يا جماعة الأمن حرام عليكم. طيب انتوا سايبينه كده ليه يا جماعة؟ يا جماعه يحيى ما بيتحركش. شوف ايده كده. انتوا ازاي سايبينه كده؟
اساسا انتوا ايه ما عندكوش احساس ولا ايه؟ ارموه بره يا جماعه يلا. يعني ايه ارموه بره؟ انت ما عندكش قلب ولا ايه؟ مش فاهمه اللي بتتكلم عمالك تقول ما عنده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش اسلوب خالص يعني، ده بني ادم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ازاي كده؟ طيب انا منى، تعالي منى، تعالي. يا منى، يا منى، يا منى، نقعد معاك يا منى. ازيك يا منى؟ منى، منى ازيك؟ عامل ايه؟ انا زي الفل. انتوا بتهزروا على فكره، ده هزار رخم على فكره. كل سنه وانت طيب. فعلا كنا بنهزر. لا ده مش هزار، ده بس انا كنت هموت بجد. بقول لك ايه؟ بس بقى الحمد لله ما موت. بس جديده، اول مره حد يموت قدامك بجد. انا اصلا انا حضرت موتة واحدة جدتي بس، الله يرحمها، ومن يوميا ما برش عزا خالص، فدي بقى يعني كارثة. طيب بصي بقى، انتوا بتهزروا؟ لا ده انتوا بتهزروا بقى. بصي وراكي، بتهزروا بجد؟ اه بصي هنا. لا ده انتوا رسمي. اوكي انا ما بتعلمش على فكرة. هنديكي التطعيم وتبقي زي، هتاخدي التطعيم وعندنا حقن مية وعندنا كل حاجة.